الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقوتنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا خير من دفنت بالطاع أعظمه، فطاب نبدي بهن الطاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم الزحام إذا ما زلت القدم. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الملك جل جلال الله: إلا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودائما أبدا أذكر حضراتكم بأن ما وقفنا عند حلقة من حلقات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأخذ الدرس والعظة والعبرة. وكم من مرة قلت لكم إني لست خاصا ولا مؤرخا، وإنما نقف عند حلقات النبي صلى الله عليه وسلم قاصدين بذلك أخذ الدرس والعبرة. من أول دروس الهجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كم وجدوا، كم طهروا، كم سفروا، قم تعذبوا في بداية الدعوة، لا لأجل شيء إلا لأجلك أنت، لأن يصل الدين إليك طاهرا مطهرا واضحا نظيفا. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن نادى بعدما قيل له فاصدع، يعني علم يا محمد المرحلة السرية انتهت، فاصدع بما تؤمر. وعرض عن المشركين قال: وصدقا. عند العرب وصدقا يعني أقبله إليك، تعال أمري تلف. وعرفني النبي صلى الله عليه وسلم شخصيته ما يعرفش الهزار، النبي جد مش هزه، فكان الواحد منهم حتى من لم يستطع ان يصل الى اعلان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يدوب عنه. شوف محمد عايز ايه، محمد ده ما بيهزرش، محمد ده شخصيه جد، مجرد ان قال وصباحا انطلق الناس حوله. ما الامر يا محمد؟ قال: اني رسول الله لك، اني نذير من الله بين يدي عذاب شديد، اي من خالفني. من اول ما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم هب على اصنامهم، هب على ضلالهم، على شركهم، دقت حضور الحرب على النبي واصحابه، حتى من اقرب الناس اليه يقول له ابو لهب عمر: ألهذا جمعتنا؟ هو ده اللي عملتم وصباح عليه؟ هو ده الامر الكلام؟ بتقول انا رسول؟ ما هذا الهراء يا محمد؟ تبت لك او تبت يداك. فانتقم الله لنبيه فانزل: تبت يا ابي لهب وتب. النبي صلى الله عليه وسلم على مقامه العالي يتعرض لان يقال له
يا كذاب يا ساحر يا كاهن يا شاعر يا مجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك المجنون. تعرى كثير النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه في يوم من الأيام يمشي في بعض تركات مكة في بعض الأوباش ويضع على أطهر رأس يحتوى على الوجه على رأس النبي التراب، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم لتغسل بعض بناتي رأسه ويدلل ويقول لا تبكي يا بنيتي فإن الله مانع أباك إن شاء الله عشانك أنت. تحمل النبي وأصحابه عشانك أنت. إذا عملت إيه في ديني؟ ما إحنا بنقول إحنا بناخد مش قصة ولا كلمة مكان، إحنا عايزين ناخد الدرس والعبرة. النبي محمد يقال له يا كذاب، بل كما تعلمون جميعا يصلي ذات يوم عند الكعبة ويقول أبو جهل عليه إن الله ما يستحق من ينطلق إلى سنة جزور بني فلان، سنة جزور عزكم الله العربي اللي لما يذبح الإبل الناقة أو الجمل بيخرج الليل اللي نحن بنقول عليها الكرشف، دي سنة جزور. من يقوم إلى سنة جزور بني فلان ذبحوا إبل النهارده؟ من يروح يجيب سنة جزور ويضعها على ظهر محمد وهو ساجد عند البيت؟ فيقوم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فيضع بالفعل سنة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطرحها النبي بعدما يخرج من صلاة يطرحها، فيعود عقبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول خنقه ويخنق من عنقه خنقا شديدا حتى يطرحه من بين كتفيه صديق الأمة الأكبر، يطرحه أرضا وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لم يشتغل منك أي حاجة خمسة ويعبده الله؟ سيبوكم الحجارة، سيبوكم الضلالة اللي أنتم فيها، اعبدوا الله لا شريك له فقط. هذا ما كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته ورفعته ومحبة الناس له، فما باله بما كان يحدث مع غيره من المستضعفين الذين لا ظهير لهم. يكفي ان تعلم ان ام عمار بن ياسر، هذا مجال كتير او الامثله، لكن نقف عند ام عمار بن ياسر سمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام. عارف كيف قتلت؟ جاء أبو جهل ربط رجل بجمل ورجل بجمل ثم طعنها في موضع عفتها لتلقى الله أول شهيدة، ارجعي لا أرجع، ارجعي عن دين محمد لا أرجع، هتموت أبوك أنت كده. سؤالي يا رب، هو أنا أكرر المرة الثالثة والرابعة والمليون، احنا بنقلب صفحات التاريخ السيره النبويه المطهره عشان ناخد الدرس، انت كده ولا اول ما بيعرض عليك مال حرام ما بتقولش لا؟ اول ما بيعرض عليك انك تاخد اكتر من حقك في الميراث ما بتقولش لا؟ اول ما بيعرض عليك انك تسلم حقك ما بتقولش لا؟ وخاصه لو كان ضعيفا، وكلنا ضعفاء فقراء الى الله، لو كان ضعيفا لا ظهر له لا ظهير له، لكن نسيت ان ربنا سبحانه وتعالى يقول اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. خد بالك النبي بيتحمل قد ايه عشانك انت، عشان تطلع من الدنيا طاهره مطهره، عشان تطلع من الدنيا ما صلتش حد ما اكلتش حرام. فشوف أول شهيدة في الإسلام ناهيك عن أبو عمار بن ياسر الذي قتل بين، تتخيل أبوك شايف أبوك بيقتل أو يسبح بين عينيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاف الشاب عمار بن ياسر بيشوف أبوه يقتل وفي رأيه أنه سابع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له صبرا صبرا آل ياسر فإن موعده. تحمل النبي واصحابه كثيرا. الدرس الثاني سيره النبي عاطر، ممكن يتكلم عن ويلز بخش لحد الى ان تقوم الساعه، لكن بما يتناسب مع الوقت نقف عند بعض الدروس.
الدرس الثاني كن صادقا امينا مع المسلم ومع غير المسلم. فين في الهجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لم يهاجر معه علي. والسؤال عجيب والاجابه عنه اعجب. يا علي يا ابن عم رسول الله، يا اول من امن من الصبيان هاجر النبي فلما لم تهاجر معه. سؤال عجيب، لكن لما تعرف الإجابة تلك الإجابة أعجب. قال: إنما خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأؤدي الأمانات إلى أهلها. أي أمانات يا علي؟ قال: أمانات كانت للمشركين عند رسول الله. طب خير، يعني تعبد صنم ومش مؤمن بالنبي محمد، لكن عارف النبي اهل الامانه، اهل الصدق، اهل اكرام المواثيق والعهود. يا محمد الدراهم دي عندك امانه، يا محمد الدنانير دي عندك امانه، يا محمد بعض السيوف دي عندك امانه، يا محمد بعض الدروع دي عندك امانه. طب وصاحبك اللي بيقعد معاك بتعبدوا الصنم مع بعض؟ لا، مش مأمن له، لكن مأمن للنبي محمد مع انه يكفر بالنبي محمد. عرفت يعني ايه مسلم؟ يعني اهل للامانه وان كان مع غير المسلمين. نبي اهل الامانه مع المسلم ومع غير المسلم. تقدر درس ثالث من دروس الهجره وتوكل على الحي الذي لا يموت. دايما توكل على الحي الذي لا يموت. مش دايما كده ناصر لتقلبات بكره، وبكره اللي ممكن يحصل معاه، وبكره اللي ممكن يحصل مع الولاد، وبكره انا ممكن اسيب الشغل بكره. انت عارف ده كله سوء صد بالله؟ والله كل ده سوء صد بالله. ربما امرك في الغد، ربما مش عارف ايه في الغد، مش ممكن تموت قبل بكره. انت عارف في نفسك كده ليه؟ وعمال دايما بتفكر في الغد. يا اخي في حاجه اسمها توكل. كم مره يقول ربنا سبحانه وتعالى وتوكل. خلي بالك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فين التوكل بقى؟ خد بالك، تجمع المشركون في اخطر اجتماع لهم في دار النجوى، اخطر اجتماع في التاريخ. لما تجمعوا في دار النجوى، اسمع وصل على حضره سيدنا النبي، تجمعوا في دار النجوى ليه؟ الدعوه بتاع محمد بتزيد وعدد اتباعه بيزيد، احنا في خطر شديد لازم نتصرف بسرعه. فاجتمعوا في دار النجوى اخطر اجتماع لهم. وأول ما اجتمعوا إذا بالباب في دار النجوى قال شيخ من بيت علم ما تجتمعون له فأراد أن يشارككم الله، فقالوا تفضل على الرحب والسعة. الشيخ المهدي ده مين؟ إبليس. تلبس في شورة رجل كبير في السن شيخ ليجي سماعهم ليشاركهم. هيعملوا ايه مع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال قائلهم: قولوا الاراء بتاعتكم. فقال اولهم: ما رايكم لو حبسناه فاستثناه اعتقلناه طيرناه في القيود وما يقابلش حد ولا حد يشوف ولا يشوف حد، ايه رايكم في الحل ده؟ ما رايك ايها الشيخ المهدي؟ قال: ما ارى هذا الحل ده مش مظبوط. ليه؟ مش شايفين اتباعه كل يوم في زياده؟ ده يوم ممكن يجي يوم من الايام ويزيدوا كتير جدا ويفتحوا عليه المعتقل اللي انتوا حاطينه ولا السجن ده ويطلعوه. ده مش حل. فقال اخر عند اقتراح: قول. قال: ما رايكم لو اخرجنا خارج مكه فاسترحنا منهم؟ طردناه هو ومن معه. ما رايك ايها الشيخ المهدي؟ فقال: ما هذا الرجل؟ الا ترون الى حلاوه لسان الرجل وعظمه اقناعه
فلا تسير النار في الجين. ربما انطلق إلى بلاد أخرى فتعب، فجاءكم يوما بأعداد كبيرة بجيش كبار وقاتلكم في موضع دياركم. فقال أبو جهل عليه من الله ما يستحق، أنا لي في الرد لرأي آخر. قل. قال له قل بس استمع علي، مش هنختار حد يقتله كده، لا ده عشان كمان ما يكونش له ليه. هنجيب من كل قبيلة شاب فتى جنبا ونديله سيف قد أغمس في السم خدشة واحدة بس، لو محمد خدشة واحدة بس هيموت على طول من أثر السم، بس يكون من أكثر من قبيلة حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بثارهم ويقاتلوا القبائل جميعا عندها يقبلوا الدين يدفع لهم أي حاجة. ما رأيك أيها الشيخ النجدي؟ قال هذا هو الرأي الصحيح. العجيب أبو جهل، أبو جهل صحيح، هو أبو جهل أول ما اجتمعوا بيقولوا إيه؟ بيقول لهم وإحنا بنتشاور أخفضوا صوتكم لئلا يسمعنا أبو محمد فينبئه بما نقول. أبو جهل صحيح. فأنزل الله عز وجل في سورة الملك آية 13 وأسرخوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. عشان تعرف ان العنصر ده والدرس اللي بتتعلمه ده وتوكل على الحي الذي لا يموت، ربنا سبحانه وتعالى نقل للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع ده كله وما قالوه من اراء متعدده في ايه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الانفال ايه 30، وان يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله بتوكل على مين؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نفذوا خطتهم ومن قبيلتي ومن بطني ده ومن فخري ده من افخاد العرب ده مع سيف مسمى وده 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 وشباب الشباب كتير قوي قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي الداء عليهم النوم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض حفنات التراب ويغشى عليهم التراب ويقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يبقى توكل على الملك. كذلك من الدروس المستفاده في الهجره والتضحيات، كم ضحى صحابه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. من ابو بكر لما السيده عائشه كانت ما زالت في بيت ابيها وتقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم من فرش حد وتعلم ده من فرش حد في القيلوله ابدا من اداب السياره الا للضروره، ما تزورش حد في القيلوله ابدا، النبي ما كانش يزور حد في القيلوله ابدا، الا انه جاء الى ابي بكر وقت القيلوله سيده عائشه تقول فعلمنا انه جاء لابي في امر جلل، فقال يا ابا بكر لقد اذن لي بالهجره، فقال الصحبة يا رسول الله، أنا معك الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر سيد عائشة تقول فلم أرى أحدا يبكي من شدة الفرح إلا أبي يومها لما قال له النبي الصحبة يا أبا بكر، وهما طالعين سيدنا أبو بكر مرة قدام النبي مرة خلف النبي مرة على يمين النبي مرة على شمال النبي، مالك يا أبا بكر؟ قال أتذكر من يطلبك من أمامك ومن خلفك عن يمينك عن يسارك بسهم او ما شابه فتصاب انا دونك بهذا السهم، انما انا رجل فرد وانت امه. يصل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى الغار ويدخل سيدنا ابو بكر الى غار الثور الاول، لا يكون في شيء من الهوان بعد ما يكون مكان مهجور كده في هموش في شيء من عناكب في شيء من دواب، فقال على رزقك تفضل يا رسول الله ونظف في الغار وبعد ذلك تدخل، فدخل فنظف الغار ووجد بعد الشقوق فقطع من قميصه كما قال الاثر قطع من قميصه وسد شرطا وشرطا وشرطا في الاخر لم يجد، فوجد شرطا لم يجد له شيئا من الثوب فسده بقدر كعب رجله وجلس وقال اقبل انا يا رسول الله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من كنت ما ماشوا على الامام فتره قال استرجع يا رسول الله، فجعل من قدم فخذه وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، استراح النبي على فخذ ابي بكر في الغار قليلا فلدغ ابو بكر من الشق الذي وضع فيه القدم، اشتد الالم على ابي بكر
ومش راضي يهتز حتى لا يقلق رسول الله في مشكلة حد الحديثين. لا يقلق رسول، عرف انه اتلدف، عرف انه اتقرص في الشقة ده، غير ان من شدة الالم سقطت دمعة على خد النبي. قال مالك مالك يا ابا بكر؟ قال لو تبت يا رسول الله، انا اتقرصت في الشقة. فتكل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح علي يده الشريفة فبرئت من فورها ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحى الصحابة كثير. هتلاقي مثلا سيدنا صهيب اشتاق قوي، يوم اثنين ثلاثة أربعة أسبوع مش شايف الدم، ده بالنسبة له كس. ده قلت لك قبل كده مجرد التطلع في صفحة وجه النبي بالدنيا وما فيها، فاشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز يهاجر. لسه مفكر انا قاعد هنا بعمل ايه؟ وصهيب اصلا مؤمن مش عارف. فلما خرج في طلبه بعض المشركين، راح فين يا صهيب؟ قال اريد لك. قال بل تريد محمدا؟ قال نعم. ها قال جئت انا، انت مش عارف انت رجل وجئت انا صعلوكا لا مال واصبع عندك بيت واثنين وثلاثة، وعندك من المال كذا، وعندك من الدور كذا، وعندك من الجبل، عايز تاخد كله معاك ولا ايه؟ والله لا يقول هم بيحلفوا بالله كمان، لا يقول. امال ايه؟ خلوا بيني وبين محمد، خلوا بيني وبين رسول الله. قال لهم مش عارف تدينا كل ما تملك. قال بس كده، وهو اللي ماسك في العقيده بيبص اللي ماسك في الدنيا يقول يا، وكان لسان الحال يقول لا تفهمك، هو ده اللي انت عايزه. مالك فين؟ في جرمه، في داريه الفلانيه، يعني كنت تحويشتك فين؟ من ذهب وفضه وبرميل وما يكون من ذلك، فين؟ قال في الدار الفلانيه في المكان الفلاني، استنى اما نشوف الاول. فارسلوا واحد في الدار الفلانيه، وجدوا الجرمه، خدوا حاجتهم والليله بتاعتي في المكان الفلاني وكذا، خدوا كل حاجه، خلوا بقى بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا كل ما يملك، بس عند سيدنا صهيب ما خدوش اي حاجه، انا عايز رسول الله بس. هما كانوا عايشين كده. انت عايش كده؟ هتسال نفسك بقى، يعني عبد المطلب بيني وبين سيدي صهيب انت عايش برضه كده؟ لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتكلم، السلام عليك يا رسول الله، وصل صهيب قال ربح البيع ابا يحيى. وفي اتصال بقى، في اتصال باحداث ما يجري من صهيب عن طريق جبريل بواسطة رب العالمين. ها؟ ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع بيع صهيب. وربنا ينزل في صهيب وأمثاله آية 207 بالتحديد في سورة البقرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كذلك من الضحيان تندب ابن ضمره اللي هاخده بيه لقاء الاول. جندب ابن ضمره، عمل جندب ابن ضمره راجل طاعن كبير خالص في السن، لا اقول لا يستطيع القيام بل لا يستطيع الجلوس، مريض وطاعن كبير في السن ومرضى على سريره له في بيته واولاده من ابر الناس. اقول اسمعوني، ما اخر ما نزل على النبي محمد في المدينه، مش عارفين في مكه ومحرومين منه، اسمعوني اخر ما نزل من القران. كان بيشتهوا سمع الايات. قالوا اخر ما نزل من القران بعد الهجره، كلام بقى يناسب الهجره، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين توفاهم الملائكه 99 هم يوميا واحد صوت نسائك، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجموا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال لهم الا ايه؟ الا المستضعفين؟ انا مش مستضعف. انت يعني انا ما عنديش عذر ما هاجمش للنادي ليه؟ انا مش من المستضعفين. انت لا تستطيع الجلوس على سبيلك، مش لا تستطيع القيام، انت لا تستطيع. قال لا انا مش مستضعف. طب نعمل ايه دلوقتي؟ قال لهم لازم تحملوني، شيلوني بالسرير بتاعي اهو.
وودوني عند النبي محمد. انا مش شايف اي خير في مكه خالص بعد ما هاجر النبي هاجر من المدينه وخدم نور معاه. انا عايز اهاجر من النبي شيلوني من السرير بتاعي. انا مش من جماعه اللي هم اصحاب الاعصاب. انت اللي مش شوف العزيمه بتاعتهم، شوف الهمه. لا انا مش عندي عذر ولا حاجه. شيلوني من السرير بتاعي اروح للنبي محمد. وعند التنعيم شالوك الفاتح. شوف البنت شالوك الفاتح، شالوك السلوك الفاتح، جندب ابن ضمره ابناء الاربعه شالوه. وعند موضع التنعيم احس بخروج روحه ودنو الاجل. انزلوني انزلوني. ماذا يا ابي؟ ايه حسني؟ قال حسني يا بنات انزلوني. ورفع اليمنى ورفع اليسرى وقال اللهم هذه بيعتي لك وهذه بيعتي لرسولك. وضرب كفا بكف وقال اشهد يا رب رسول الله اني سافرت وخرجت من بيتي مهاجرا اليه. وخرج الكفر فنزل هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يطلقه الموت فقد وضع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. عرفت الهمه؟ عرفت الدين غير عندهم ايه؟ عرفت مقام رسول الله غير عندهم ايه؟ يا ريتك تكون كده وتتمثل فتمثلوا ويتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاهم. يقول عليه الصلاه والسلام كل من ادم خطاء وخير الخطائين توابون وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا واسرتنا وخطبتنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف اثره الى يوم الدين. اما بعد فكان درسا حقيقيا من دروس الهجره ان دائما ما تكونش كنوت، مش دائما تتذكر وتشوف المصائب وتنسى نعم ربنا عليك. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر واصبح الانسان بدوله واصبح الانسان بقوه قال له في سورة الأنفال آية 36 واذكروه فاكرين فاكرين واذكروا إذ قلتم إن أنتم قريبا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دايما تقول لنفسك أنا من 10 سنين كنت بيت مين؟ أنا دلوقتي عندي عمل غير عاقل؟ أنا متزوج غير أعزب؟ أنا عندي من الأولاد غير عقيم؟ دايما تتذكر نعمة الله عليك ربنا بيقول للصحابة والصحابة واذكروا إن أنتم قريب فاكرين لما كنت في مكة كان الواحد خايف يخرج من بيته. دلوقتي عندك وطن وعندك قوة ختاما للنبي صلى الله عليه وسلم على أول عنصر ما لقي من تعذيب يتدور الأيام ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج وهو يلاقي مكة. والله هناك لا أحب إلى لله إلى الله وإليه ولولا أن أهلتي أخرجتني من بيتي وخرجت لما أراد النبي الله عز وجل للنبي العودة عاد إليهم وتوجه معه بين يديه فقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى السماحة ومعنى الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا عصيا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا رحمته ولا دينا الا قضيته ولا عسيرا الا يسرته ولا مبتلى